واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في فضائل القرآن، فإن كتاب الله تبارك وتعالى هو الصراط الذي يقود العبد إلى جنات النعيم، والذي اشتمل على العبر والمواعظ، وعلى الأحكام والأخبار، وعلى قصص الأمم السابقين، فيه تسلية المحزون، وفيه تفريج المكروب، وفيه وبه يستأنس المؤمن. فهو كلام الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا القرآن فضائله أكثر من أن تحصيها خطبة واحدة، وإنما نقف مع هذا الحديث الذي فيه معان عظيمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي بعث إلا وأيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات والآيات، وهي الأمور العظيمة التي لا تستطاع عند الناس لتدل على صدق ذلك النبي، ويتحدى بها الأنبياء الناس فلا يستطيعون أن يأتوا بمثلها. ولذلك قال: وإنما كان الذي أوتيته، أي الذي أيدني الله به من المعجزات. وسميت المعجزة معجزة لأنها تعجز البشر والخلق أن يأتوا بمثلها. ودائما ما يبعث الله الرسل بالمعجزات التي تناسب حال أقوامهم، كما قال العلامة ابن حجر رحمه الله، وأنا أذكر كلاما له بتصرف، قال: فإن الله بعث موسى لما كثر في قومه السحر، فجاءهم الله بآية هي أعظم مما عندهم، فغلبهم حتى أتت الحية على سحرهم، فابتلعت ما يفعلون من السحر والكذب والزيف، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ولما كان عيسى عليه السلام بعث في قوم اشتهروا بالطب والحكمة، أيده الله بمعجزة إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد لا يبصر، أعمى،
والأبرص الذي تغير لون جلده ويبعث الموتى بوحي الله سبحانه وتعالى. وهذه آيات مهما بلغ الأطباء والحكماء في الطب والحكمة مبلغا عظيما فإنهم يعجزون على هذه عن هذه الآيات. ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم بلغاء فصحاء يتكلم أحدهم بالكلام الوجيز البليغ الذي يختصر به الجمل اختصارا، ويتحدث أحدهم في مجلس أو تقع له حادثة أو يحتاج إلى رسالة يرسلها إلى حميم أو صديق فيتنزل عليه الشعر من غير كلفة. فكان من آيات الله العظيمة أن أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن يتحدى به البلغاء من العرب ويعجزهم ويتحداهم في تحقير، فليأتوا بصورة مثله فلا يستطيعون، أي في مستوى البلاغة والفصاحة. ولذلك معجزة القرآن كما قال العلامة ابن حجر رحمه الله، قال: المعجزات المشاهدة فإنها تنقرض بانقراضها وتزول إذا مات من رآها، ولكن معجزة القرآن باقية مستمرة وتحديه باق إلى يوم القيامة. ولذلك نقل العلامة ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث كلاما للقاضي عياض رحمه الله، قال: وقد اشتملت، أو قال إعجاز القرآن وآياته، قال: اشتملت على أربعة أمور. الأمر الأول حسن تأليفه وتناسق كلمه والتئام كلمه، وأنه فاق كل كلام في الفصاحة والبلاغة مع الإيجاز والاختصار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا، فهو أحسن الحديث، وهو أبلغ الحديث، وهو أكمل الحديث، كيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الكلام المصطفى لهذه الأمة، وهو الكتاب الذي هيمن على ما سبقه من الكتب. ولذلك ربنا قال: متشابها، يعني في حسن تأليفه. مثانيا، إذا ذكر النار ذكر الجنة، وإذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وإذا ذكر عمل الأشقياء ثناه بعمل الفجار، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مما فيه من الوعد والوعيد والتكرار والتهديد والتخويف. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وثانيا من إعجازه وبلاغته أنه جاء بأسلوب يخالف أسلوب أهل البلاغة من العرب في نثرهم ونظمهم، فحير عقولهم، وما استطاعوا أن يأتوا بشيء يشبهه، مع أن القرآن تحداه.
ولو كانوا يستطيعون معارضة القرآن لعارضوه، ومع ذلك ما استطاعوا. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الوليد بن المغيرة: إنه فكر وقدر. ابن كثير قال رحمه الله، قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني الكعبة، سورة غافر، فلما رأى الوليد يستمع إليه أعادها، فذهب الوليد إلى بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. والطلاوة هي الحسن والشيء المستحسن الجاذب. وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. مغدق معناه شبعان، يقول لك مطر أغدق كثير يعني، وعشب مغدق معناه منده من الموية. قال: ووالله لقد سمعت كلام أهل السحر وأهل الشعر فما يشبهه. فقال بنو مخزوم: إن أسلم الوليد أسلمت قريش. قال: لأنه كانوا يسموا ثمرة قريش. فجاء أبو جهل لعنه الله فأخبروه، فقال: إني صاحبه، أنا قال لهم بكفيكم. فذهب إليه متحسرا زي المتحسر، هما مجرم. فقال له: ما لك يا ابن أخي مهتما؟ قال: وما لي لا أهتم، وقد جمع لك قومك مالا لأنك ذهبت إلى ابن أبي قحافة وابن أبي كبشة، يعني أبو بكر الصديق ومحمد صلى الله عليه وسلم وابن أبي كبشة، وإنما تريد أن تصيب من موائدهما. قال لي: أنت بس جعان ماشي لهم. فقال له: قبحك الله، والله إنك لتعلم أني أكثر قريش مالا. ثم خرج على قومه فقال لهم: والله ما هو بالسحر وما هو بالشعر وما هو بكلام الكهان، ولكن قولوا سحر فإنه يفرق بين المرء وزوجه. ربنا قال: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، فهو كذاب. ولما جاء ضماد ابن ثعلبة من أزد شنوءة في صحيح مسلم، وكان رجلا يطب، يعني عنده رقيات كده بيقرا لها على الناس المسحورين، فقيل له لما خافوا عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل مطبوب، مطبوب يعني مسحور. قال: فوضع في أذنيه القطن، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في نفسه: إني رجل عاقل، فإني أميز كلام السحرة، ولو كان مطبوبا فلعل الله أن يشفيه على يدي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت أنك مطبوب، وإني أرقي من هذه الريح، فأذن لي أن أقرأ عليك ما شاء الله لعل الله أن يشفيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، إن الحمد لله نحمده أحمده وأستعينه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فقال له: أعد علي كلماتك هؤلاء، فوالله لقد بلغنا ناعوس البحر. ناعوس البحر يعني المحلة ما بتتحصل، يعني أنت خشيت جوا القلب. ثم أسلم، لأن يا أخواننا ربنا قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن آياته وإعجازه أنه أخبر بأمر الأمم السابقة التي ليس لها ذكر حتى عند أهل الكتاب إلا النادر، وكذلك اشتمل على الإخبار بأمور مستقبلة حتجي قدام من أمور الساعة والقيامة وتغير أحوال الناس إلى غير ذلك. فما استطاع أحد أن يكذب هذا القرآن. وإن من إعجازه مما زاد ابن حجر أنه تحدى أقواماً وهم يقدرون ويعيشون، فما قبلوا هذا التحدي كما تحدى الله اليهود أن يتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ربنا قال ولن يتمنوه أبداً. شوف الإعجاز والقوة في القرآن كيف. اليهود ناس خبيثين، اعملوا أي حاجة ممكن تصد المسلمين عن دينهم، لكن لما بقت الشغلة في رقبتهم وأن يتمنوا الموت إن كانوا على الحق، ليوم اللي لم يتمنوه، وإلى اليوم التحدي قائم، ما يتمنون الموت. يخ ربنا قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة منكرة، جاءت نكرة، ولو كانت حياة مليئة بالهموم والغموم وحياة ذليلة هم دائرينها. ولذلك أخواننا لما رأى أعداء الدين والملة أن القرآن هو سبب قوة المسلمين صاروا يطعنون في القرآن من قديم الزمان. ربنا قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ألغوا يعني اتكلموا أثناء ما النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن حتى لا يفهم الناس، أو صيحوا أو صوتوا وصفروا وصفقوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. ربنا قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز منيع لا يأتيه الباطل، لا يستطيع أحد أن يدخل فيه حرفا من التحريف. الزول المسلم لو فهم الكلام ده يا أخواننا يفهم خطورة ما يقوم به العلمانيون من أمثال القرائي وغيره من الشيوعيين وغيره، البساو لنا القرآن زي ما في كتاب التاريخ يساوي بالقرآن، والدين النصراني المحرف والكجور، قال ده كلهم واحد. وربنا قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. شكد القرآن ده كتاب هداية وأثر فيهم الآن، ولذلك هم يريدون أن يبعدوا المسلمين عن القرآن. شكد القرائي قال ليه تحفظهم 23 صورة في سنة أولى صفحتين ونص، ليه جيبوا لهم موسيقى يحفظوها وأناشيد، وجيبوا لهم آيات من الأناجيل يستمعوا لها، واللغة العربية نقصوها لهم عشان ما يفهموها، والعقيدة والفقه شيلوها برا، واسم الله لا تبدأوا به عشان ينشأ علينا إنسان ما بيقدر يفهم القرآن ويصير القرآن كتابا للتبرك. يقروا للزول الميت يقروا له ياسين، وبعد 40 يوم بدع يجيبوا له 30 نفر أي واحد يمسك جزء يقراه يعملوا ختمة ويأكلوا الزلابية ويمشوا ينوموا. أما العمل بالقرآن وفهم القرآن ونشر القرآن بين الناس جميعا هذا لا يريده أعداء الدين. ولذلك يا أخواننا يجب أن يكون حالنا مع القرآن كحال عباد الله المؤمنين تلاوة وتدبرا وعملا، وأن نذود وأن ننافح عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعمل بهذا القرآن، وأن
نستجيب لأوامره وأن نؤمن بأخباره وأن ندعو إليه الناس، وهو الكتاب الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي به كثيرا من الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يبرم للأمة أمر رشد، ونسأل الله عز وجل أن يهلك كل من أرادنا وأهلنا وديننا وأولادنا بسوء، أن يجعل الدائرة عليه وأن يجعل تدبيره في تدميره، وأن يحبك سلاسله وأن يصيب مقاتله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.